مش عارفة. ده زي ما كنت خيرية مرات عمي مرشدة. لا 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 وهنا هيجيبها دلوقتي في ميعاد متأخر زي ده. اعمل ايه؟ افتح لها ولا ايه؟ يا متوحشة العمارة هتتهد على اللي ساكتين فيها من رزعك. انت مين يا ستتي؟ انا مين يا اخويا؟ انا بقى بقربة الست الهانم البشمهندسة المتنورة المتعلمة الست فاتن خطفت الرجالة اللي مش لاقي راجل يلمها ويقول لها لعبها فين؟ ما تفرحش الكلام ده يا ست انت. الله مدام فاتي ست محترمة. الباشمهندس عملت كده؟ عملها اسود اسود من قرن القاروخ. افتحي افتحي يا اختي افتحي لك صاروخ فوق دماغك وخلي اللي ما يقدر يتفرج على اختي. افتحي افتحي يا خطاب الرجاله. لا انا هفتح لها انا مش متناسبه اتكلم بالشكل ده على ماما. هي فين؟ هي فين؟ راحت فين؟ عشان تروحوا فين يا طنط؟ طنط في عينك تقولش متربيين قوي جاتكم نيلة. انت فين يا فاتن يا خطاب الرجالة؟ انت فين؟ امك راحت فين يا بنت؟ كفاية بقى انا مش هسمح لك تكلم بالشكل ده على ماما. انت ايه يا روح امك؟ قوليلي بقى هتعملي ايه يا بنت الغالي؟ الظاهر بقى ان كلكم عاوزين تتربوا على ايدي. ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده يا ست؟ انت ما عندكيش قلب ولا رحمة؟ نعم يا اخويا نعم يا اخويا. اسمع ما اقول لك انت مالكش دعوه انت ما تتحشرش في اللي مالكش فيه. اسمعي يا ست انت لو ما خدتيش من هنا حالا انا هجيب لك بوليس نبدا واقول لهم انك اتهجمت على شقتهم وهوديكي في 60 دقيقه كده. ماشي 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 يا ابو الشهامه والمروءه. بقول لك يا بنت انتي انت تقولي لامك ان اللي حصل النهارده ده قرصه ودن. انما بقى المره الجايه لو هوابت ناحيه بيتي ولا جوزي هتبقى القرصه بالدم. فاهمه ولا لا؟ اوعوا من سكتي جاتكم 60 نيله ربنا ياخدكم. اوعوا غرب